أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والعراقية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، فيتو سياسي أبعد الاستثمار السعودي عن الأنبار وسلمه لمحليين بدون موافقات. وفي ألترا عراق، كرة الموازنة بين الحكومة والبرلمان، اقتراض ثالث ورواتب مهددة. في العرب اللندنية، غرق بغداد في أولى أمطار الشتاء يلخص مسار أكثر من 17 سنة من الفشل الحكومي المزمن. صحيفة ميدل إيست آي البريطانية، طهران تبلغ وكلاءها في العراق بوقف استهداف الأمريكيين. في القدس العربي، بايدن أمريكا لن تشارك في حروب لا داعي لها. في العربي 21، بايدن يقدم طاقم إدارته المقبلة ويتعهد بقيادة العالم. في الجارديان، انزلاق أثيوبيا للفوضى كارثة على القرن الأفريقي. في الوقت الذي تراجع فيه تنفيذ الإعدام في العالم وانخفضت الأعداد إلى حد أدنى، حيث أبطلت نحو 170 دولة عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها سواء بالقانون أو بالممارسة، للسنة الرابعة على التوالي ضاعف النظام العراقي عدد عمليات الإعدام المسجلة، محافظاً بذلك على مركزه الرابع بين الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام، ولعله يتطلع إلى احتلال مركز أعلى خلال هذا العام، إذ أعدم 21 سجيناً في أكتوبر، ثم 21 سجيناً آخر الأسبوع الماضي في سجن الناصرية المركزي المعروف باسم سجن الحوت، أدينوا بتهمة الإرهاب. حول الإعدامات الطائفية في العراق، كتبت هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربية. تباينت ردود الفعل حول حملة الإعدامات ما بين الاستنكار والترحيب، حيث أجمعت منظمة حقوقية عراقية ودولية على استنكار وإدانة حملة الإعدام الجماعية، ومن بينها منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومركز جنيف الدولي للعدالة. وصفت منظمة العفو الدولية الإعدام الجماعي بأنه عمل مشين، حاثة السلطات العراقية على أن تضع حداً لإعدام الناس، إذ أن عملية الإعدام الانتقامية لا تحقق العدالة للضحايا وأسرهم، بل إنها تعمل على تعزيز صورة العدالة الجزئية في الوقت الذي تكون فيه السلطات صامتة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة الأخرى التي لا تزال ترتكب في جميع أنحاء البلاد كالتعذيب والاختفاء القسري. وإذا كانت ذريعة اللجوء إلى تنفيذ الإعدام بهذه الأعداد الكبيرة وهي المعلن عنها فقط بالمقارنة مع بقية الدول في جميع أنحاء العالم، هي أن من نفذ بهم الحكم هم من الدواعش الإرهابيين، على الرغم من فساد القضاء وإجراء محاكمات جائرة تستند في أحكامها إلى ما يسمى الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب أو المخبر السري والتهم الكيدية. فإن بقاء العراق في مركزه العالي الذي تبوأه قبل ظهور داعش بالسنين وتحديداً منذ احتلاله يدل على أن تنفيذ الإعدام سياسة حكومية منهجية لقمع الأصوات المعارضة. النظام في العراق الذي تم تسويقه والترويج له كنموذج شرقي أوسطي للديمقراطية وحقوق الإنسان أصبح أداة لسلب الحياة والوجه الثاني للإرهاب. فهذه الانتقائية في تطبيق العقاب واللجوء إلى الإعدام رغم عدم وجود ما يؤكد فعاليته في وضع حد للجرائم والإرهاب هو ما يدفع المنظمات الحقوقية إلى إصدار التقرير تلو التقرير حول انتهاكات وجرائم النظام العراقي، وهو ما يدفعنا إلى عدم السكوت. لا يبدو أن العراق قادر على طي صفحة علاقاته المعقدة مع دول الخليج والسعودية خصوصا، فعلى الرغم من تصريحات إيجابية تصدر عن بغداد من وقت لآخر تدل على نيات طيبة، إلا أنها تبقى بلا عمل. وفي السياسة ليست الأعمال بالنيات، فما بالك إن كانت هذه السياسة بين دول عربية متجاورة غنية بالنفط وغنية بالخلافات التاريخية أيضا. مقال للكاتب إياد الدليمي نشرته صحيفة العربي الجديد وجاء فيها: لأن السياسة لا تعرف الثبات على حال،
بدأت تلك الدول الخليجية التي دفعت باتجاه غزو العراق وإسقاط نظامه الذي رأته تهديداً لها عقب غزوه الكويت تشعر بالندم، بل تشعر بفداحة ما أقدمت عليه. فقد تحول العراق حديقة خلفية لإيران، وباتت التهديدات لتلك الدول وتحديداً السعودية تأتيها من حيث لا تحتسب، من العراق الذي ظنت الرياض وهلة أنه سيتحول دولة ضعيفة غير قادرة على أن تتحرش بجيرانها بعد إسقاط نظامه. وهي اليوم تحاول الدخول إلى العراق من بوابة الاستثمار في محاولة جديدة متجددة لمزاحمة النفوذ الإيراني في البلد. وتشعر السعودية بحاجتها إلى الوجود في العراق ليس فقط لمزاحمة النفوذ الإيراني، وإنما أيضاً لأنها باتت تدرك حاجتها إلى أسواق جديدة. أما العراق فإنه يقع بين كمشتي النار، إيران والولايات المتحدة. فقد قررت واشنطن أخيراً إعفاءه من تطبيق العقوبات المفروضة على إيران 45 يوماً فقط، تنتهي قبل موعد تسليم ترامب مفاتيح البيت الأبيض لجو بايدن، بمعنى أن أي إعفاء قادم للعراق قد لا يكون متاحاً، ما يعني أن على حكومة بغداد أن تعجل بالتفكير بإيجاد بدائل مناسبة لإيران التي يعتمد العراق على طاقتها الكهربائية المصدرة له، وليس هناك أقرب من السعودية الراغبة بالدخول إلى السوق العراقية المتعطشة والكبيرة جداً. يقول الكاتب: الاستثمار السعودي من وجهة نظر القوى والأحزاب والميليشيات المؤيدة لإيران استعمار، على ما قال رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي رجل إيران القوي في العراق، وسيكون هذا الاستثمار بمثابة فرصة لميليشيا موالية لإيران لإيجاد هدف جديد لها ولعملياتها المسلحة. لا يبدو أن العلاقة العراقية الخليجية ستكون قادرة على تجاوز اللحظة الحرجة، فحتى لو توفرت النيات الطيبة والرغبة والحاجة لدى الجانب العراقي، فإن تحويلها إلى واقع عملي على الأرض سيصطدم بالمصالح الإيرانية القوية في العراق. خلال 8 سنوات من الاحتلال العسكري الأمريكي أنجزت مهمة التصفيات الجسدية للآلاف من المعارضين للاحتلال الأمريكي تحت عنوان الإرهاب، وتعززت هذه التهمة وأضيف إليها ما أنتجته دوائر اليمين. يقول الكاتب ماجد السامرائي بمقال في صحيفة العرب اللندنية: زمن هؤلاء القتلة والفاسدين الذين يحكمون في بغداد رغم جهلهم أصول السياسة والغرباء عن العراق قصير جدا. جماعات الإسلام الشيعي في العراق المرتبطة بإيران جاء بها دون غيرها مشروع المحافظين الجدد في واشنطن، والذي كان في ذروة انتعاشه في عهد رئيس جورج بوش الابن، وأبرز قادته ديك تشيني ودونالد رامسفيلد وبول وولفرتس وإليوت أبرامز وريتشارد بيرل، ولحق بهم في الولاء والتنفيذ بول برايمر. هؤلاء أقنعوا جورج بوش بأن الغزو العسكري للعراق يجب أن يتبعه تسليم الحكم لجماعات شيعية يمكن العثور على أفرادها في مقاهي وحارات دمشق وحسينيات طهران ولندن. وساعدتهم في تلك المهمة القيادة الكردية ممثلة بكل من الراحل جلال طالباني ومسعود بارزاني، ثم تنكر لهم هؤلاء مثلما تنكروا للأمريكيين بعد أن اشتد عودهم. كانت اللعبة الرخيصة التي أعطت مشروعية طائفية تلك الجماعات هي التحاق بعض مدعي تمثيل العرب السنة لاستكمال المثلث الطائفي والعرقي رغم خصوصية حق الشعب الكردي في الحكم الذاتي والاستقلال. زعمات سنية ظهرت لا علاقة لها بالسياسة، بعض المنتمين إليها يتقن فن التجارة، جرفهم إلى ساحل السياسة سيل المشروع الأمريكي الفاشل ثم الإيراني المهيمن على العراق. الثوار الشباب رغم تجميد فعالياتهم الاعتصامية خاصة في ميدان التحرير في بغداد، فإنهم اكتسبوا مهارة سياسية في التصدي السلمي لسطوة هذه الأحزاب بعد أن فضحوا تورطها في قتل الشباب الثائر، حتى وإن لم يصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى موقف حاسم وجريء يكشف المتورطين ومن يقف خلفهم.
بعد عبور ضجيج رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول والثاني، لم يمهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مجلس النواب والموظفين ذاتهم، حتى خرج بتصريح في مؤتمر صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء، قال فيه أن حكومته غير قادرة على تأمين رواتب موظفي الدولة في شهر كانون الأول يناير المقبل دون الموافقة على تمرير موازنة 2021، وتحدث كمن يبرئ ذمته. تقرير كتبه زيا وليد في موقع ألترا عراق. حذر العديد من الخبراء من خطورة استمرار الحكومة بالاقتراض، وتحدثوا عن التداعيات السلبية على الاقتصاد العراقي ومستقبل النظام السياسي المهدد بالانهيار. يأتي ذلك وسط توقعات بوصول نسبة العجز في موازنة 2021 إلى أكثر من 50%، وهي نسبة مرتفعة بحسب مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، وقد تكون مختصرة وذات نفقات قليلة على أمل تعظيم الموارد، كما قال المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، الذي رغم تأكيده تأمين الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وبعض المشاريع الاستثمارية، إلا أنه لفت إلى إدراج وزارة المالية بنداً لاقتراض ثالث يسد العجز المالي. حذر مراراً العديد من الخبراء وأعضاء مجلس النواب من خطورة استمرار الحكومة بالاقتراض، وتحدثوا عن التداعيات السلبية على الاقتصاد العراقي ومستقبل الأجيال، بل مستقبل النظام السياسي المهدد بالانهيار. وأشار خبراء إلى إمكانية تفسخ الدولة في حال إعلان إفلاسها، فيما يستبعد غيرهم الإفلاس طالما هناك نفط يتدفق بغض النظر عن هبوط الأسعار التي ليس من المؤكد أن ترتفع إلى المستويات السابقة مع نجاح لقاحات فيروس كورونا وعودة الأنشطة السياحية والتجارية تدريجياً. مع هذا الأسلوب في الاقتراض يكون أمام البنك خياران. الأول هو استخدام الخزين الاحتياطي من العملة الصعبة وتحويله إلى دينار عن طريق زيادة مبيعات نافذة بيع العملة، والثاني هو طبع للعملة العراقية دون غطاء مقابل لها من الذهب أو العملة. وخلاصة نتائج هذا الإجراء هو الوصول إلى الانهيار التام من خلال إما إفلاس احتياطي البنك المركزي أو فقدان السيطرة على سعر الصرف. الرئاسة الفرنسية في حالة من الارتباك، وإن فرنسا وحيدة وبلا دعم خارجي في مأزقها، وإنها عجزت عن إقناع حتى حلفائها السياسيين والعقائديين والثقافيين في أوروبا وأمريكا بقبضتها الحديدية حيال مسلميها بعد أن وضعتهم في دائرة متهم حتى تثبت براءتك، مقال للكاتب توفيق رباحي نشره موقع عربي 21. منذ فرانسوا ميتيران كان لكل رئيس فرنسي نصيب مع الإسلام والمسلمين، اجتهد كل واحد على طريقته في وضع الخطط والبرامج لإيجاد حلول لما تعتبرها فرنسا أزمة المسلمين لديها. دعا كل رئيس أنه سينجح حيث أخفق الآخرون، بالغ بعضهم وزايدوا لكنهم فشلوا كلهم، وبعضهم جمع بين الخطأ والفشل مثل ماكرون. هل فشلوا جميعاً لأنهم أخفقوا في طرح الحلول الصحيحة؟ أم لأنهم اختاروا مواجهة مشاكل مفتعلة ومبالغ فيها؟ على فرنسا أن تنظر في المرآة بشجاعة وتجيب بما لها وما عليها في هذا الموضوع. في العموم، أزمة فرنسا أعمق وأخطر من أن تكون مع الصحافة. الاختباء وراء عجز الصحافة عن فهم القيم الفرنسية مجرد مشجب لتعليق الفشل وهروب من مواجهة الحقائق الصعبة. لو كانت المشكلة فعلاً مع الصحافة لحلت في زمن قياسي وقبل اليوم بكثير. لهذا ليس من الحنكة السياسية أن يصدر من ماكرون كلام عن أن الصحافة التي سماها أنجلو أمريكية لا تريد أن تتفهم حقيقة الوضع في فرنسا، وكأنه يتحدث عن صحافة مستعمرات فرنسية موغلة في التخلف والفشل. مشكلة فرنسا في إصرار رئيسها وقطاع واسع من سياسيها ونخبها الإعلامية والثقافية على التمسك بكل ما يسيء لديانة جزء معتبر من شعبها. الحرب التي يخوضها ماكرون على الصحافة ولو تحت غطاء إزالة سوء الفهم تضعه في خانة الذين يدعي أنه يحاربهما مثل ترامب وأوربان الهنغاري وغيرهما، مع فرق أن ترامب مثلاً صريح وجريء يسمي الأشياء بأسمائها.
قالت صحيفة إنديبندنت إن أنتوني بلينكن الذي اختاره رئيس المنتخب جوزيف بايدن لتولي وزارة الخارجية في الإدارة المقبلة سيواجه تحديات عالمية. وأضافت أن بلينكن متحدث هادئ مقارنة مع سلفه المتبجح والذي يتحدث دائما عن المظلومية، وهو داعية للإجماع ومستمع جيد مقارنة مع مايك بومبيو الذي سيغادر منصبه والذي عادة ما يدخل تحيزاته ومواقفه الخاصة في الشؤون الأمريكية. المهمة المحفوفة بالمخاطر السياسية ستكون العودة إلى الاتفاقية النووية مع إيران التي لعب دورا مهما في التفاوض عليها والدفاع عنها ضد الصقور في واشنطن. سيواجه قادة في الصين وروسيا الذين لم يثقوا بترامب لكنهم استفادوا من الفوضى وحرف النظر غير الضروري، وسيظهرون قلقا من جوزيف بايدن الذي سيحاول العودة إلى الإجماع الدولي وتعبئة العالم ضدهم. علاقة الولايات المتحدة مع الصين صدامية بشكل كبير، ليس بسبب ترامب وحالة الحرب التي أعلنها، ولكن بسبب أفعال الصين. والمهمة الكبرى لبلينكن ستكون إعادة العلاقات مع الدول الصديقة ظاهرياً مثل إسرائيل والسعودية وتركيا المرتبطة بواشنطن وكانت تتمتع بمدخل خاص إلى بيت ترامب الأبيض، وسيغلق الآن أمامها. ويقوم بلينكن بتقديم النصح لبايدن في مجال السياسة الخارجية منذ عدة سنوات، وهو معروف وله سجل طويل في التصريحات العامة والسياسية، وكان ناقداً شديداً لخطوات ترامب مثل نقله السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة. ودافع بلينكن عن الاتفاقية النووية التي وقعها باراك أوباما رغم ما فيها من عيوب وتناولها الجانب التكنولوجي الإيراني فقط. وعبر بلينكن عن ندمه بسبب عدم اتخاذ أوباما قراراً بالمسألة السورية والسياسة التي منحت المعارضة التي تقاتل ديكتاتورية بشار الأسد الغطاء العسكري والدبلوماسي الكافي للمعركة بدون القدرة على الإطاحة به، وهو موقف قال النقاد إنه أطال من أمل الحرب دون أن يثمر حلاً سياسياً. في 2014 كانت شرارة البدء عندما أطلق شباب متخصصون في تربية وترويض الكلاب ببلدة القلعة الكبرى بمدينة سوسة شرق تونس مبادرة فريدة لتأهيلها لمهام طبية، أبرزها تشخيص مرض سرطان الثدي. داخل هذه الحاضنة يتدرب نحو 80 كلبا من أصول مختلفة على مهمة طبية معقدة كانت حكرا على المختبرات الطبية، إذ يتأهل الكلاب على اكتشاف مرض سرطان الثدي عبر حاسة الشم المعروفة بقوتها وحساسيتها لدى الكلاب. والآن مشاهدينا إلى كاريكاتير اليوم. وبهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بعون الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.